ده جدول الدوري وده الوضع اللي كان عليه فوز الاهلي المهم على طلائع الجيش. احنا مقدرين ان الفوز في الوقت القاتل هز ناس، في ناس كانت رتبت اوضاعها النفسيه وافكارها واوراقها على انه الاهلي خسر المباراه او تعادل، فبدات المسائل تاخد اتجاه. الروح القتاليه بتاعت لعيبه الاهلي وتمسكهم فعلا بإرادة النصر والرغبة في إن هم يكسبوا المباراة خلتهم بيقاتلوا لغاية الثانية الأخيرة. دي كانت مسألة مهمة جدا في استوديوهات التحليل. نشوف رأي الشيخ طه إسماعيل في أون سبورت. كابتن طه، فوز مستحق النهارده للنادي الأهلي. طبعا أولا هي مباراة صعبة جدا، من الصعوبة بمكان لما تلعب مع فريق بيأدي بشكل دفاعي مكثف ومنظم، يعني غالق جميع المساحات، وبعدين سواء من الجناب سواء من العمق، ولذلك في مثل هذه الظروف لابد ان يبقى عندك يعني درجه عاليه من النجاعه الهجوميه، بحيث اي فرص تجي لك لازم تسجل منها لانها ما تتكررش كتير. ولذلك في الشوط الاولاني لو انا سردت مجموعه من الفرص اللي جت في الشوط الاولاني، من ضمنها انفراد ازارو، بعدين لما اتطرف بالكرة على الجنب اليمين بعد ما انفرد، دي فرصة من الفرص. وبعدين دي فرصة برضو حمدي فتحي، تسديدة صالح جمعة من الفاول في المقص، دي فرصة برضو راحت أكيدة جدا. وبعدين تسديد أزارو من بعيد بجوار القائم، دي برضو من ضمن الفرص. يعني له مجموعة فرص في الشوط الأولاني، لكن الأكيد فيها الانفراد اللي حصل بالنسبة لي أزارو في الأول، ثم اللي جت في القائم. طبعا النادي الأهلي نجح في أنه يسجل هدف في نهاية الشوط الأولاني، وطبعا كان الهدف ده كفيل أنه هو يدي الناس معنوية كويسة بالنسبة للنادي الأهلي، والعكس صحيح بالنسبة لفريق الجيش. لكن مع بداية الشوط الثاني فريق الجيش فاجئ النادي الأهلي بأنه ما استناش المجازفة لوقت متأخر، ولكن جازف من البداية. لكن اللي أنا عايز أقوله أنه يعني ما بقولش الكلام ده مباهاة للنادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي عموما يعني عنده هذه العقلية وعنده هذه الروح العالية اللي هو يكسب في آخر وقت، يعني بيلعب المباراة لآخر دقيقة فيها، وعنده مؤمن بحظوظه في أنه هو يفوز بيها، خاصة تكررت العملية دي كتير قوي، فاعتبر أن هذا الأمر دي حاجة من ضمن ركائز النادي الاهلي ومن ضمن تقاليد النادي الاهلي ان انا افوز في اخر وقت، بان انا اضغط وابذل اقصى جهدي. المدرب عمل بعض التغييرات جيده، يعني نزول اجايير، نزول الوليد برضه فرق الى حد كبير، الشحات لما نزل يعني عمل تغييرات كلها تغييرات هجوميه كلها بدعوه ان هو يقابل الاداء الدفاعي وحتى الهجومي برضه لفريق الجيش، اللي عمل مباراه تعتبر المباراه الكبيره جدا لفريق الجيش. هو طبعا الشيخ طه مقتنع بالتغييرات اللي حصلت، وده كان لها طابع هجومي، وعايز ياكد ان كان في سعي من اجل النصر، رغم ان احداث المباراه عملتها دراميه بدون مناسبه. يعني كان ممكن الماتش ده يبقى اسهل من كده بكتير. وفكره اننا يا جماعه بقى معلش ان النتيجه تحكم التحليل، بيحدث ليه؟ لما نقعد نشيد بالدور الدفاع المنظم طب انت ليك كم فرصه؟ كتير، مش في ضربه جزاء وكره في العارضه غير الفرص الثانيه، على الاقل ست فرص شبه مؤكده، مش فرصه مؤكده تبقى جت جول، شبه مؤكده. فلما تكون فرقه وتيح ليك قدامها غير الجولين اللي جبتهم ست فرص، لا يبقى انت عرفت تتغلب على التنظيم الدفاعي. هو ده اللي عايز اقوله. انت في معظم، مش في معظم، ما عدا ماتش سان داونز مفيش ماتش الا انت فاكك طلاسم الوصول الى المرمى، لكن اقتحام المرمى هي مشكلتك. واحنا يعني انا شايف ان دي ميزه، مش عايز انتقدها كتير عشان ما يبقاش الناس خايفه تقعد تبص لبعضها وما لا خش جيب وضيع، بس ركز شويه. ايوه يعني في كور مثلا نتيجه برضو في كوره جت لازارو بالعرض راح لعبها على طول،
علت فوق العارضة. الكورة دي لازم تعلى، صعبة جدا، عشان كده بقول لك مش جاية له بالمواجهة. الصح انك بتسند وتعمل كده وتروح لعبها بطريقة تانية. الكورة بتاعت أزارو اللي كنا بنتكلم مع اللي فاهمين قوي، طب انت يعني بخبراتك وانك كنت راجل هداف يعملها ازاي؟ قال هو عايز يأكدها زيادة عن اللزوم، فلعبها في الأرض ضربة الرأس اللي في بيراميد اللي اتلعبت في الأرض دي، ده هو مش عايز يلعبها كده. شايف السرعات؟ شايف يا إبراهيم مثلا راح الناحية التانية ولف، يعني إمعانا إمعانا في التأكيد. لكن هو الطبيعي إنك تعدي وتروح لاعب على طول، بس هو مش عايز يضيع الفرصة فبتضيع. التردد في اتخاذ القرار، وانا عشان كده بقول لك ان محمد صلاح فيه الميزه دي انه بيلعب اللعبه بالقرار. وزي ما تيجي. بتيجي. اه. هي مش زي هو حاسس ان هو يقدر كده. يتقنها. صح كده. اه. طيب شفنا راي الشيخ طه في اون سبورت، نشوف كمان في اون سبورت راي الكابتن محمد ابو العلا. مباراة جيدة جدا يا سيف، يمكن الهدف اللي دخل في نهاية الشوط الأول هو اللي خلانا نتفرج على شوط تاني حماسي وشوط تاني فيه شد وجذب، وكان لا يمكن تتنبأ بنتيجة المباراة تقريبا معظم فترات اللقاء وطول فترات اللقاء لا يمكن تتنبأ مين الفريق اللي هيكسب، خاصة بعد ما الجيش تعادل وعرف يجيب ضربة جزاء. وبدأ ده بصراحة تحديدا فريق الجيش من الشوط الأول من بين الشوطين لما غير ونزل إسلام جمال اللي يمكن أضاف بشكل كبير جدا، واختار ياخد المخاطرة لوك إيمال بأن هو يغير طريقة اللعب. قلت لك سحب خالد سطوحي من خط الدفاع وغير طريقة اللعب واشتغل 4-2-3-1 مهاجمين تحت، يعني ازود الكثافه الهجوميه، وده فرق وعمل اداء جيد جدا الشوط الثاني، وبين ان هو بيظهر بيوصل للمرمى باكثر من طريقه، والمباراه فتحت بعض الشيء، بدنا بنشوف هجمه هنا وهجمه هنا. وبعد ما حصل التعادل 1-1 من ضربه الجزاء قدر طبعا يسجلها اسلام جمال المدافع، خلى اللقاء بقى شكله بقى عصبي، خلى اللقاء بقى فيه التحامات قويه جدا. شفنا 7 انذارات في اللقاء يا سيف، شفنا شد عصبي خاصه من الجهاز الفني فريق طلعت الجيش، ويمكن ده انا وجهه نظري هو انعكس بالسلب، ويمكن اكتر حاجه قابلت النهارده فريق طلعت الجيش واكتر صعوبات عليه النهارده، شوف يعني باين كان فيه عصبيه، ده اتنقل للعيبه جوه الملعب. شفنا تاناناداي يمكن لما اتطرد فرق بشكل كبير جدا مع فريق الجيش، لما تلعب 10 لعيبه قدام النادي الاهلي بالامكانيات اللي موجوده بعدد اللعيبه الهجوميه اللي موجوده من الدقيقه 72 ده اكيد يبقى عبء كبير جدا على فريق الجيش. لكن بشكل عام انا شايف انها مباراه جيده جدا، مباراه ممتعه، مباراه كرويا يعني فيها حاجات كتيره جدا جدا، والفرقتين لعبوا من يعني الفرقه كانت بتدافع الشوط الاول وعرفت تحول الشوط الثاني، عندها قدرات هجوميه وحاولت تبينها لنا واستغلتها، وكانت اكتر من ند بشكل كبير جدا لفريق الاهلي. والاهلي لحد الدقيقه 90 طبعا عمل كل الحلول وغير كل التغييرات اللي خلته تديله افضليه، والنقص العددي حاول يشتغل عليه كمان لاسارتي، فيمكن كل الامور دي كلها اللي حسمت اللقاء الشوط الثاني، زائد قلت لك العصبيه والطرد. ده اللي انا عايز اقوله، يعني كابتن ابو العلا بيقول لك مباراه ممتعه فيها فرقتين الاثنين تعاملوا مع احداث المباراه بواقعيه، دفعت خسرت حاولت ان انا اهاجم واخد مخاطرات عشان افوز، ده بالنسبه لطلاع الجيش. الاهلي اصرار 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 وفرص بتضيع، لكن تشعر ان في ارهاصات بتقول في جون جاي. الناس اللي قاعده في الاستوديو كلها كانت شاعره بهذا، والناس اللي في البيوت كانت شاعره بهذا المعنى. ف طبعا انا موافق على التحليل اللي قاله الكابتن ابو العلا كمان. طيب الدقيقه القاتله او الوقت اهي، الدقيقه القاتله او الوقت القاتل او بلس 90، اعتقد واحد من لاعبي الاهلي اللي اجادوا فيها وتخصصوا فيها وكتير لما انقذوا مباريات خلالها كان عماد متعب، وهو في استديو التحليل. نشوف متعب في اون سبورت كيف عايش البلس 90. النادي الاهلي هكرر اللي انا قلته بين الشوطين، ان الاهلي الروح عاليه جدا 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 في مباريات كتيره جدا، ممكن نقعد نتفرج على فرق بتلعب ونقول المباراه دي مهما تقعد لو قعدت 10 ساعات مفيش اجوان هتيجي. النهارده النادي الاهلي انا قاعد بتفرج ومطمن، حاسس ان النادي الاهلي هيسجل لسبب، لان اللعيبه اللي في الملعب عندها حافز ودافع واصرار غير طبيعي. واحسب الحقيقه الموقف ده لصالح جمعه،
يعني رغم العصبيه والنرفزه ما فقدش اعصابه، مكلف لاعب طلاع الجيش طرد ولكن يعني ثبت بشكل كبير بالظبط، وبعد رجع لورا لو زي ما حضرتك بتقول هو رجع لورا عشان ما يكونش في اي احتكاك تاني ياخد كارت احمر، مش عارف ان اي حاجه هتحصل داخل الملعب خارجيه هتاثر على نتيجه المباراه. صالح النهارده من نجوم اللقاء، صالح يعني تالق النهارده يمكن زي ما قال دكتور طه، عمل كرات كتيره جدا 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 لازارو والرمضان والجيراردو قبل ما يخرج، وكرة اللي اتصاب فيها جيراردو نتمنى له ان شاء الله تكون الامور سليمه ان شاء الله ويعدي على خير منها. لكن النادي الاهلي انا شايف النادي الاهلي من الناحيه البدنيه والناحيه الذهنيه النادي الاهلي كان قوي جدا النهارده، كان في اصرار من اللعيبه على مدار ال 90 دقيقه، وده اللي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي في الوقت ده وطول الوقت. هي لعيبه النادي الاهلي رجوله النادي الاهلي وقوه شخصيه النادي الاهلي بتبان في المواقف دي، المواقف الصعبه والاوقات الصعبه بان النهارده، وعلى ما اعتقد ان اللعيبه لو فضلت تادي بالشكل ده وبالاصرار ده والروح دي محدش هيلومهم على اي حاجه ممكن تحصل بعد كده. فانا بقول لهم الف مبروك على النتيجه وعلى الاداء لانهم ادوا مباراه جيده. مستر لاسارتي النهارده حاول بكل الطرق انه يقدر يعدل من امور الفرقه في الشوط الثاني، وعمل تغييرات كلها تغييرات ايجابيه عشان الفرقه تقدر تغير النتيجه. يمكن وليد سليمان الراجل جابه بقاله فتره كبيره جدا وبيثق فيه واداله وقت قليل جدا، ووليد قيمة اللعيب الكبير مهما كان الوقت اللي بياخده سواء كبير او قليل هو بيقدر يستفيد منه. وليد سليمان النهارده يعني كان شكل مميز جدا في الوقت اللي لعبه. حسين شحات، انا بالنسبه لي حسين شحات شوط ثاني من اروع الاشواط اللي لعبها حسين شحات من ساعه ما جه النادي الاهلي، من ناحيه الاصرار والرغبه والرؤى. الامكانيات موجوده، امكانيات اللعيبه موجوده، انا بتكلم على الاصرار والرغبه. الرغبه والاصرار ده كابتن سيف مهم جدا جدا للعيب اللي بيلعب في فرق كبيره، فانا ببارك لهم النهارده. اتفاق وتطابق بين اللي قاله الكابتن عماد، هو ما خرجش الحقيقه عن مضمون الكلام اللي اتقال الشيخ طه او كابتن ابو العلا، بس بقى عماد بالحس بيقول لك انا هو ده اللي انا بقى اللي عايز اقوله للناس. انت قاعد مستني الجون في ماتشات اللي بنقول عليها بدون روح، لو الفرقتين قعدوا يومين يلعبوا انت شاعر ان مفيش اجوان جاي. ده السمه اللي تميز الاهلي الفتره الاخرانيه حقيقي، يعني يجب الحفاظ عليها ونتعامل معاها وندعمها. فكره انك تسعى ما تقلقش من الفرص، يا ريت طبعا الفرص دي ما تهدرش بالطريقه دي عشان تبقى الناس بتتفرج وهي مستمتعه اكتر وهاديه اكتر، لكن تبقى عارف ان فرقتك عندها حلول. طيب اذا راي الثلاثي الشيخ طه وابو العلا وعماد متعب، التركيز، اراده الفوز، الحاله اللي عليها لعيبه الاهلي في الضغط الهجومي المتواصل حتى وان كان طلائع الجيش بيأدي بشكل جيد وبخطوط مقفوله وبشكل منظم، الا ان الاهلي استحق الفوز وان تاخر. هل ده نفس راي الكابتن ضياء السيد في النيل الرياضه ولا لا؟ لازم كل بطولة تحسمها قبلها بأسبوعين أو بثلاث أسابيع أو أربع أسابيع طبعا. لما بتجيلك ظروف أنت تتحمل ده كبطل. وأنا بشوف إن المباريات معظمها هتبقى بهذا الشكل، فلازم يعني شوف النهاردة مثلا حاجة واحدة بس تبين الأهلي وهو بطل، نزول وليد سليمان. شوف وليد سليمان مد ثقة للي حواليه وبيتحرك في وقت وهو غايب 100 يوم صح، يعني غايب هو ده لعيب البطوله، ده اللعيب اللي بيتحمل اللي بقى بيتحمل الاوقات دي، الاوقات انك ثلاث دقائق لا لسه بدري تجيب جون، دقيقه لسه بدري تجيب جون. هي دي الفرقه اللي عايزه تاخد البطوله، وهي دي الظروف اللي مر بيها الاهلي كتير جدا على مدى اجيال بتتورث. فلازم يكون اللعيب اللي موجود عارف انه هيحصل ده، ويحصل انك تتعادل، ويحصل انك عايز تجيب جون في الاخر. كل ده حصل، لكن ده ما يمنعش ان الجيش الشوط الثاني عمل 25 دقيقه كويسين جدا، هاجم الاهلي، ضيع فرص، جاله بينالتي مستحق واحرز منه، حصل الطرد، حصل فيه تراجع، ظهرت شخصيه النادي الاهلي واللعيبه في عمليه الضغط على فرقه الجيش الى ان جت ضربه الجزاء وضاعت. رغم كده بيبان شخصيه علي معلول قد ايه هو قائد، قد ايه هو لعيب بطوله، لعيب يقدر يكون موجود في الفرقه دي، بيحاول وبيجري آه
ما برضو التركيز على ان هو ده مطلوب الاهلي الفتره اللي جايه. ما تضيعش فرص كتير بس يبقى عندك الرغبه والاراده والاصرار، لان هو ده اللي وبعدين هو فيها اشاده بفكر المدرب بطريق غير مباشر، انك انت تستدعي لاعب زي وليد سليمان او تجيب العناصر الخبره اللي هي دلوقتي وتشركهم حتى لو لفترات قليله، يبقى انت بتفكر ان اللي جاي يبقى لهم ادوار اكبر. تمام. الماتش ادى سهوله في التحليل لان كانت عناصر تفوق الاهلي كبيره قوي. طيب اسلام جمال يا جماعه لاعب طلاع الجيش، بعد ما سجل هدف طلاع الجيش من ضربه الجزاء هو عمل اشاره في شعار السهم، شعار نادي الزمالك. اللقطه دي كانت مسار اهتمام كبير بين الجماهير وجدل، بس انا عايز اقف عندها عند نقطتين ثلاثه. اولا اسلام جمال في مداخله له مع الكابتن مدحت شلبي ما انكرش الراجل وقال انا كنت بلعب علشان اخدم ناديه نادي الزمالك وانا معار من نادي الزمالك وعايز ارجع لنادي الزمالك وبلعب علشان اساعد الزمالك انه ياخد بطوله. ده كلام قاله بعظمه لسانه امبارح بعد المباراه. انا ما اقدرش الومه، هو لعيب معار من نادي الزمالك، هو ما بيفوتش، هو بيلعب بالاجاده، بيلعب بحافز اضافي، بيلعب بدوافع كبيره، ده حقه. بالمناسبه زي ما احمد ياسر ريان واحمد حمدي ولعبت واكرم توفيق لعبت الاهلي المعاره للجونه لما لعبوا مباراه قويه جدا ضد بيراميدز، حد منهم قال ان هو احتفل بشعار النادي الاهلي، هو معار من النادي الاهلي. فبالتالي زي ما بنلومش ده ما بنلومش اسلام جمال، هو معار من نادي الزمالك، فمش عايزين الجمهور يلومه. الجمهور يلوم مين؟ الجمهور يلوم الناس المتخاذل ويلوم الناس بقى اللي بتكيل بمكيالين، الناس اللي لمجرد ما الكابتن علاء عبد العال كان لابس فانيلا حمراء هو المدير الفني للداخليه وواحد من ابناء الاهلي، او الكابتن حسام حسن لما بس او ابراهيم حسن لما بس الفانيلا الحمراء قامت القيامه. وازاي ومش من حقه يغيظ جمهور الزمالك بالاهلي ومش من حقه يبين ان هو بيخدم الاهلي. نفس الظروف، انا بقول لكم انا شخصيا ما اقدرش الوم اسلام جمال، هو معار من الزمالك وعايز يرجع الزمالك، انتمائه لنادي الزمالك وبيلعب بالاجاده مش يلعب بالتفويت، يعني حوافز ايجابيه مش سلبيه. تضايقك انت دي حاجه تانية، مجهود زياده على لعيبه الاهلي ان تواجهه دي حاجه تانية، لكن ما هو ده حصل مع لعيبه الاهلي في الجونه. طالما يا استاذ ابراهيم بتدي فرقتك اللي انت بتمثلها حقها، يعني انت بتجيد قدام الاهلي عشان تخدم الزمالك، بس جيد قدام الزمالك عشان تخدم الجيش. ما تفوتش. ايوه. يعني هو ده المعيار. طالما ان ده اللي بيتم. ما تفكرنيش بنصر فاروق حارس المحله لما قال لك كنت بلعب ضد الزمالك. وراح بس حسام حسن جاب فيه جون. وعايز الزمالك يجيب جون فيا. واخد بالك؟ هو ده دي حاجات مطلوبه. حاجات مطلوبه في كره القدم، الحوافز انها تبقى موجوده للاجاده. للاجاده. والمعيار الواحد زي ما قبلتها للاهلي تقبلها للعيب الزمالك ما دام هي اعارات، وما دام هو اصلا مش محتاج يعبر عن انتمائه، هو بيلعب في ناديه، هو معار من ناديه. طيب نشوف الكابتن علاء نبيل، لانه الحقيقه في اكتر من موقف سابق انصف الاهلي بشكل جاد جدا وواضح، هذه المره في النيل للرياضه، كيف يرى علاء نبيل فوز الاهلي المتاخر الثمين؟ مجمل المباراة لا، النادي الاهلي يستحق 3 نقاط. تمام. الشوط الثاني الهدف اللي جه لطلع الجيش صعب الامور شويه ووتر الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاول، فعلا طبعا تحس اللعيبه توترت شويه لعيبه النادي الاهلي، لكن تحس برضو في لحظه ان ممكن النادي الاهلي يجيب جول. ما هو يعني لا جديد، نفس الاشاده، نفس هو طبعا الكابتن علاء نبيل عاده في معظم الاحيان الا قليلا بيكون الحقيقه بيعجبني انه موضوعي. صحيح. ساعات كده يسخن، يعني بختلف معاه وبقول له انا مختلف معاك. طيب مباراه الاهلي وطلائع الجيش امبارح، فكرت الكابتن طه اسماعيل بمباراه مهمه ايضا كانت للاهلي مع طلائع الجيش 2008 2009. نشوف الشيخ طه تاني. توقعت ان في الثواني دي او في الدقايق دي ممكن الاهلي يكسب يا كابتن طه؟
والله شوف هقول لك على حاجه، طلاء الجيش على وجه الخصوص يعني في كذا حاله النادي الاهلي كسب فيها في اخر وقت، يعني مره كسب الدوري العام وكان بيلعب مباراه مع طلاء الجيش وكان خسران 1-0، وكان النادي الاسماعيلي المنافس كان خلص من مباراته وبيتفرج 1-0 دي تكسب النادي الاسماعيلي البطوله، النادي الاهلي تعادل بجول ابو تريكه ثم احمد فتحي فوز وبعدين محمد طلعت بهدف ثالث، وده كله كان في وقت متاخر جدا من المباراه. في برضه مباراه قريبه يمكن من سنتين ثلاثه برضه النادي الاهلي كسب في اخر وقت، حتى نذكر ان كان حصل فيها شويه كلاشات كده بين الناس وبعضها، لكن النادي الاهلي يعني عود لعيبه النادي الاهلي بالروح والارث اللي موجود عندهم بتاع الفانيلا الحمراء، اللي في ناس كتيره يعني ما بيعجبهاش الكلام بتاع الفانيلا الحمراء وتقول والله الفانيلا الحمراء، لكن ده واقع يعني، ده واقع موجود ان النادي الاهلي فعلا اكتر الفرق اللي بيسجل في الاوقات الضيعه لما بيكون متاخر لحد ما بيفوز. النهارده الفانيلا الزرقاء، النهارده الفانيلا الزرقاء مع معلش تفرق معانا ابو العيلة من المعترضين على حته تروح الفانيلا الحمراء عايزها الفانيلا الزرقاء. والنهارده حضرتك داخله معايا افيهات النهارده فدي اتنين يا كابتن لازم نستحمله، هنعمل ايه؟ فدي بتخليك يعني تبقى برضو عشمان ان النادي الاهلي ممكن يجيب جول في اي وقت، لانه مارستها وانا بس بتفرج على اللي اكبر مني، مارستها وانا بلعب مع فريق النادي الاهلي، مارستها وانا بتفرج على الصغيرين الان اللي بيلعبوا، ان النادي الاهلي ده احد ملامح فريق النادي الاهلي ان هو بيلعب لاخر وقت، ويبقى برضو انت ادالك انطباع ان ممكن يجي الاحتمال وارد، ليه نتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره؟ فده الاحتمال ده خلاك في كل وقت من الاوقات في الاوقات المتاخره من المباراه عندك هذا الشعور، خاصه لما تكون منتمي للنادي الاهلي ومارست هذا الامر لعيب واتفرجت على اللي قبليك واتفرجت على اللي بعديك، عشان كده كان عندي برضو شعور ان ممكن يحصل وقد لا يحدث، لكن حصل فالحمد لله رب العالمين. اليقين اليقين الحمد لله انه حصل يعني. يعني المباراة دي اللي بيحلو للبعض انه يتلكك بيها، لان اعقابها مباراة فاصلة بين الاهلي والاسماعيلي، والناس بتنسى ان الاهلي كسب ثلاثة ما كسبش اثنين، يقعد يقول لك في كورة ابو تريكة زق اللعيب قبل ما يجيب الجون، وانت جايب الجولين، وعلى فكرة انت جبت الجون احمد فتحي ومحمد طلعت في دقيقة، لدرجة ان وهو بيعيد الجون بتاع احمد فتحي جاي الجون بتاع طلعت، يعني احنا شفنا جون طلعت في الاعاده ما شفناهوش هو بيجيبه. ايوه فيعني عشان لو كنت انت هتطلع جون ابو تريكه، لا والموسم ده حجم الحقوق اللي اهدرت ليك، ده انت في الماتش ده ليك ضربتين جزاء. بالظبط الماتش ده ما خدتهمش. ايوه لكن كالعاده ان الفرق تسيب لي بنالتي وتكلمني على زق. لا ده انت سبت ايه؟ ده انت الاهلي كان متقدم حوالي بتسعة بونت. ايوه اهدرتهم تحكيميا في عليا ابو تريكه واللي فلافي عشان تقول انت انك جاملتني. طب وانا لو عايز اجاملك من الاول اضيع الفرص دي كلها اللي بنضي كلها عشان اجي في الاخر اجاملك؟ عشان تيجي في الاخر. بص الارث الاهلاوي اللي الكابتن طه اسماعيل اتكلم عليه، وحكايه الدقيقه بعد الدقيقه 90، ما هو ده الارث الرياضي اللي بيمثل سمات شخصيه البطل. انا عايز اقول لك انه في العدد الشهري من مجله الاهلي هتبقى بين عند القراء السبت ان شاء الله في السوق، عملنا ملف طبي دكاتره القلب قال لك البلس 90 ده خطر على صحه، خطر على القلب، انك انت الناس كلها اختزلت لحظاتها سواء الفرحان او اللي زعلان، يعني لحظة الشعور المفاجئ الداهم في ثانية دي مسألة الناس لازم تتعود عليها. فملف طبي في الطب نفسه بآراء أساتذة في الطب رأيهم في البلاس 90 مع تفاصيل هذا الإرث الحضاري في 112 سنة تاريخ النادي الأهلي، انت هتلاقي لا هي دي مكونات شخصية البطل اللي لازم الأهلي يفضل محافظ عليها واللي هي هتميزه عن اي حد. عدم الياس الاخ اللحظة اللي هي إرادة النصر حتى ما بعد الصفارة. أنا قلت لك مرة دي مرة البطولة العربية اللي كانت في المغرب. أيوه السوبر النخبة العربية، السوبر النخبة العربية
انا بقول لك انا مره سمعت الكابتن فاروق جعفر في بيحكي قال لك لما كنا بنلعب الاهلي ما تطمنش ان احنا تعادلنا او كسبنا الا لما اروح واسمعها في نشره 9. قال لك عندنا احساس ان احنا طول ما احنا في الاستاد لو في الاتوبيس الاهلي هيجيب جول. اعتقد هذا الشعور ربما يترجمه الكابتن محمد ابو العلا في اون سبورت وهو بيتكلم على حكايه الوقت القاتل مع الاهلي بالتحديد. معترض على حاجه انت؟ لا انا لا عندك حاجه عايز تقول حاجه؟ هو عايزهم يلغوا حاجه معينه. تسالني تاني معقوله؟ لا انت عندك حاجه نفسك تقولها. هو كان عايزهم يلغوا حاجه معينه كان معترض عليها. مختلف لا يمكن يعني هو طبعا يعني حاجه انت هتعاقب على كلامك بتطلع. لا طبعا انا بهزر معاك. لا على كلامي ما عنديش يعني. طب بتسالني ليه لما انت عايز تقول ما عنديش؟ عشان تقول ما عنديش يعني بس لكن شفتك هتدخل المساحه وتعقب على كلام كابتن. لا انا عندي حاجه اقولها بس مش هقول. بنسمعك مجامله لسه بقول لك عندك تعقيب على كابتن طه؟ لا ما عنديش طبعا. هقول ايه بعد اللي كابتن طه قاله؟ طبعا طبعا ما بقولش حاجه كابتن. خلاص بقى انت خلاص انا قلت لك الجملتين. لا هو يمكن يدعو يعني لل الواحد يعني فيها ايه؟ عايز اقول هي ملفته جدا ان كتير فعلا في اوقات كتيره جدا في الدقيقه 90 والدقيقه 92 والدقيقه 95 تلاقي دايما الاهلي حاضر في الوقت ده. ما هو ده الكلام كابتن. انا عشان اقول لك انا متاكد يعني هم بس هي يعني فعلا يعني ممكن حتى سواء انت منتمي للنادي الاهلي او مش منتمي للنادي الاهلي هي حاجه تدعو انك دايما تاخد بالك منها يعني حاجه دايما موجوده وعايشه من زمن طويل ممكن تكون تطرح اسئله كتير في موضوع روح الفريق الحمراء بناء على هذا بيقترح حاجه عايزهم يلغوا ما بعد الدقيقه 90 يعني عشان نكون واقعيين بس هو الفكره ان الماتشات اول ما بدات كانت 90 دقيقه بس في القانون وقت بدل الله ايوه ماشي بس يعني هو اول ما بدات كانت 90 دقيقه هو من ساعه ما القانون بقى طلع بتاع الوقت بدل الله ده والامور اتغيرت بشكل في مثلا ده دعابه يعني على الماشي كده هو مؤدب قوي يا ابو الهلال محترم طيب